هل الميت بيحس باللي بيزوره في المقابر؟ لا، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. إن فيقول وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يعني ما بيسمعناش ولا حاجة لو إحنا جنبه في المقابر؟ لا، فقط المستثنى عقيب الوفاة عند السؤال. قد قال بعض أهل العلم بأنه يسمع لحديث إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه، وإنه لا يسمع قرعا عليهم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على القليب قليب بدر فقال: يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله، أتنادي جيفا؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. من العلماء من يقول أحياهم الله له، لكن يعني في بعض العلماء يستثني وقت السؤال لحديث عمرو بن العاص: إذا أنا مت فاجلسوا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها، لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. فهذه أدلة القائلين بأنهم يسمعون في هذا الوقت، وإلا عموما لا يسمعون. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بمسمع من في القبور، والله أعلم.